موضوع العنف الأسري تم تمريره بمزحة من خلال الفيديو اللي شفناه، لكن واقع الحال في عائلة اللي تتعرض لعنف أسري هو أبدا مش مزحة. خلال الأزمة ارتفع منسوب العنف المنزلي والأسري، وصالح بكري معنا في المحتوى حتى نحكي أكثر عن الموضوع والمعطيات. يعطيك العافية صالح. أهلين مصطفى، إليك ولجميع المشاهدين. لا شك البوابة الكوميدية كانت مدخل، بس حتى نفوت على الموضوع بعمقه وبتفاصيله، سمعنا كثير عن أنه ارتفعت نسب ومعطيات العنف الأسري والمنزلي خلال فترة كورونا، لكن مش بالضبط قادرين نتخيل الصورة. كيف تنقل لنا إياها؟ طيب طبعا بفترة الكورونا الجميع موجود بالبيوت، إن كان أولاد إن كان أهالي، أولاد اللي هي اليوم بدون أطر تعليمية، وكمان أهالي اللي للأسف الشديد اضطروا إنه يتركوا عملا ويطلعوا على ما يسمى بإجازة بدون راتب. فعمليا هذا الإشي أدى لارتفاع اللي هو جدا ملحوظ بنسبة الاعتداءات الجسدية داخل الأسرة. اليوم احنا بنحكي على ارتفاع بنسبة 31% اللي إذا حكينا بشهر 3 كان في بلاغات اللي هي وصلت لمكيد الطوارئ 118 اللي تابع لمكتب الرفاه الاجتماعي، كان في 178 بلاغ، وبأول أسبوعين من شهر 4 احنا وصلنا ل 228 بلاغ. هاي غير طبعا البلاغات اللي كمان مش عمال توصل لمكاتب الشؤون الاجتماعيه ولا هذا الموكل. طيب يعني ما نعم بتزايد. بس تعال نسال هون عن الطواقم الجاهزه للتعامل مع هاي النسب والمعطيات. يعني متعودين على نسبه معينه، في طواقم ملائمه، بفتره كورونا الطواقم اصلا قلت والمعطيات زادت. كيف استوعبتوا وكيف تعاملتوا او عم تتعاملوا مع كل هاي الازمه؟ طبعا انه في عده مجالات او عده اطر اللي هي تقع ضمن اطار المفعال الحيوني، بما يسمى بالمفعال الحيوني، شغل حيوي بالضبط، اللي هي ظلت تعطي هاي عمليا الخدمات للمواطنين. ففي عنا اول شيء مكاتب الشؤون جزء كبير منها كان يشتغل في مركز بيت لين، مراكز بيت لين الثمانية اللي ظلت تعطي كمان استجابة لحالات العنف الأسري والعنف ضد الأطفال، مكيد 106، الملاجئ للنساء المعنفات برضو كانت دايما تشتغل، وفي البلاد كمان في 113 مركز اللي مختص بموضوع العنف الأسري اللي فيه 450 عامل اجتماعي في جميع السلطات المحلية، اللي هن كمان ضلوا يعطوا عمليا الحل لهاي العائلات ولهاي المشكلة. صالح بكري، إرشاداتك، توجيهاتك، أرقام بهمك نذكرها لجمهور المشاهدين حتى إذا كانوا واعيين لأي عنف عم بيكون في بيئتهم يتوجهوا لها؟ أوكي، أنا بهمني جدا أنه أنا أحكي على، بما أنه إحنا بشهر 2 عمليا قمنا بشهر التوعية بالمدارس بالنسبة للاعتداءات الجنسية على القاصرين عن طريق الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي، بهمني جدا أنه أنا أقول أنه عمليا كمان بفترة الكورونا نتيجة أن الأولاد موجودين بالبيوت وبقضوا ساعات اللي هي جدا طويلة خلف الشاشات، فكمان هناك نسبة عالية بمعدل الاعتداءات الجنسية على الأولاد داخل بيوتهم، هذا البيت اللي لازم يكون آمن داخل بيوتهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية. إذا إحنا حكينا بشهر 3 سنة 2019 على 3 حالات اعتداءات جنسية عن طريق الشبكة، فإحنا بشهر 3 نحكي على 23 حالة اعتداء جنسي على الأطفال داخل الشبكة. فمن هون أنا بتوجه للأهالي أنه عمليا أول إشي التواصل السليم مع بعض، صح أنه إحنا موجودين بفترة ضغط، صح أنه إحنا عايشين بضبابية معينة نتيجة أزمة الكورونا، هناك عدة أسئلة اللي بتخلي نوع من التوتر بالعلاقات الزوجية والولدية بين الأهل وبين أولادهم نتيجة خروجهم للعمل والتساؤلات، هل هن رح يرجعوا للعمل بعد الأزمة أو مش رح يرجعوا. عشان هيك إحنا بندعي للتحلل بالصبر
وبندعي كمان للتواصل السليم، خاصة أنه إحنا بالفترة الأخيرة عمال نشوف انحصار تدريجي بظاهرة الكورونا، وشوي شوي تدريجيا إحنا عمال نرجع لحياتنا الطبيعية. صالح بكر، على أمل تكون دائما الظروف والمعطيات أيضا طبيعية، إن صح استخدام المفردة هنا. شكرا لك، رمضان كريم. رمضان كريم.